على الحدود. ثمت من يقول أنه كانت محاولة لحرف النظر عن 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 خمس عن أربع آب. كيف بتقيم هذا النظرية؟ لا يعرفون حزب الله. مجموعة مشاهد أو ثلاث مشاهد ومجموعة جبهات هيك بتوزع لبنان اليوم. بكل الأحوال اللي حصل بالجنوب أمس أكيد ما له علاقة بالذكرى تفجير المرفأ وإلى ما هنالك، له علاقة بما يجري ببحر الخليج أو بخليج عمان. حرب الخطوط، حرب السيطرة أو التأثير السلبي أو الإيجابي على الملاحة البحرية بإطار التصعيد الأمريكي الغربي مع إيران على وقع تعثر المفاوضات بانتظار تجدد هذه المفاوضات بعد تسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لمقاليد السلطة. هلأ بنرجع بتاني شق، رح نفوت بشكل أعمق بحرب السفن خلينا نقول، ولكن هلأ خلينا شوي أكثر بالداخل اللبناني. هل هذا التوقيت صدفة في الجنوب؟ توقيت إطلاق الصواريخ؟ لا، حتما منه صدفة. طريقة إطلاق الصواريخ، منطقة إطلاق هذه الصواريخ والرسائل المراد توجيهها من خلال إطلاق هذه الصواريخ متعدد الاتجاهات، ما في شيء اسمه صدفة خاصة بهذه الحسابات. أولا الصواريخ لا يراد لها أن تكون متبنات بشكل رسمي من قبل الحزب، ولكن لا يمكن لهذه الصواريخ أن تطلق من دون معرفة الحزب، من دون ابطباط من قبل الحزب. هيدا بإطار اللعبة لفرض قواعد اشتباك جديدة أولا، ثانيا لإيصال رسالة تنطلق من فحوى موقف سابق لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال بتوحيد الجبهات. جاء التوقيت على وقع التصعيد الإسرائيلي والتحشيد الإسرائيلي لموقف دولي تحديدا أمريكي وبريطاني ومحاولة الضغوط على الأوروبيين لمحاصرة إيران، لتطويق إيران، لعرض الاعتداء على السفينة الإسرائيلية على مجلس الأمن. وبالتالي لجأت إيران بعد ذلك إلى مجموعة رسائل، أبرز الرسائل كانت اختطاف السفينة من السواحل الخليجية، ثانيا الصواريخ التي أطلقت في تأكيد على أن أي تصعيد أو اعتداء قد تتعرض له إيران فإن الجبهات جاهزة لأن تشتعل، وتطبيق منطق توحيد الجبهات وتلازمها مع بعضها البعض. لا أقول أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة، هون كل حدا عم يلعب، عم بيحط كرت على الطاولة، عم يستعرض أوراق القوة يلي عنده ويقول أنه أنا جاهز للتحرك بحال حصل أي مخطط باتجاه إيران، نحن جاهزون لفتح أفق هذه المعركة. اللي حصل لحد هلأ لا يزال تحت السقف المرسوم، وإن تغيرت بعض أو هناك مساعي لتغيير بعض قواعد الاشتباك، بمعنى أوضح أن الرد الإسرائيلي اختلف عن الردود السابقة بمكان غير مأهول. لا هلأ بنحكي ليش بمكان غير مأهول وليش استهدف طريق. لم يكن القصف قصفا مدفعيا، لم ينقضي خلال ساعة أو ساعتين، بل انعمل أول موجة من الردود بقصف مدفعي على الشريط، أيضا موجتين من الضربات أو من الردود، وبعد منتصف الليل حصل رد. المؤشر الأول خارج نطاق عمل القرار 1701 شمال نهر الليطاني بالطائرات، وهي المرة الأولى التي تغير بها تمام. طائرات إسرائيلية على من 2014 الطائرات من 2006 الحربية. من 2014 صار في رد صار في قصف على منطقة إذا بدك ضايعة غير مرسمة بين لبنان وسوريا تماما. خلينا ما نقعد نغرق بهذه التفاصيل، بس أنا ذاك حزب الله اعتبر أنه لا هيدا بلبنان صح. اعتبر بلبنان بوقتها كان لتركيز وتثبيت قواعد الاشتباك أنه أنتم أنه بعد ما حل أراضي لبنانية 2006. لابد من أنه نرد انطلاقا من لبنان، ووقتها في خطاب شهير للسيد حسن نصر الله حول آلية الرد وكيفية الرد وليش الرد بيطلع من لبنان بعد ما كان قايل أنه اللي بده يقتلنا يطلع يقتلنا بسوريا. بكل الأحوال هيدي المؤشرات الإسرائيلية، استهداف منطقة خالية، عدم تحديد أهداف محددة أو مواقع أو مخازن،
تم استهدافها يعود إلى أيضا مجموعة أسباب. السبب الأول عدم تبني حزب الله لهذه العملية، وبالتالي أي رد إسرائيلي على موقع مباشر للحزب. منير بدي أقطعك، اسمح لي، بما أنه تحدثت عن عدم تبني حزب الله، ودائما ومن فترة قصيرة صار هذا الشيء، وخلال الشهرين الماضيين يمكن صايرة 5 مرات عم تطلع من لبنان، قد تصير أكثر، ويقال دائما أنه هذه الفصائل الفلسطينية، ولكن هذه الفصائل الفلسطينية ما عندها تنسيق مباشر مع حزب الله، أو هي بس القول أنه لا منه حزب الله لتخفيف وطأة الرد. هلا ما بدي أحكي بالشق وكأني قاضي أو محقق أو كذا، بدي أحكي بالسياسة، بالمعطى السياسي لا يمكن لأي فصيل أو لأي طرف أن ينطلق بدون غض نظر، بدون أبطباط، بدون السماح بالمعادلة السياسية الموجودة. منا اتهام ولا شيء، عم نقرأ سياسة. بالمعادلة السياسية الموجودة لا يمكن أنه هيدا الشيء يحصل بدون علم الحزب، معرفة الحزب، غض نظر الحزب، أو تقصد إيصال رسالة غير مباشرة من قبل الحزب. وبالتالي إذا عم بياخد القصة بالمعيار السياسي بهيدا المحل، النقطة بتكون واضحة بسياق المعركة المفتوحة بكل المنطقة، ولا يمكن فصل لبنان عما يجري في كل المنطقة، يتضح السياق أكثر فأكثر. الاستهداف اللي حصل هو كي لا يستدعي ردا من قبل الحزب، كي لا يلزم الحزب بأنه هو الذي أطلق الصواريخ وبالتالي وجب توجيه ضربات باتجاه مواقع أو مخازن لصواريخه. ثلاثة، استهداف الطريق فيها مؤشر، غير أنه منطقة مفتوحة وغير أنه لعدم إسقاط إصابات مباشرة أو خسائر مباشرة، هي طريق، لأنه نحن معركتنا هي معركة طرقات ومعابر وممرات ومضائق مالية أو ممرات مالية أيضا، انطلاقا من حرب السفن. ليش طريق؟ يعني أي طريق يمكن استخدامه لنقل الصواريخ أو لنقل النفط الإيراني قد تستهدف. هيدا ليش عم نقول هيدا الحكي؟ لأنه يعني هي العبرة باختيار هذا الطريق. المكان، تمام، مثل ما كانوا عم يقصفوا الطرقات بين لبنان وسوريا أو بين سوريا والعراق، هناك من يفكر بتقديم صورة، حتى الآن ما بدي أجزم، عم بيقدم صورة أنه قد يتم استهداف هذه الطرقات في المرحلة المقبلة بحال تعقدت الأمور، ازداد التصعيد بالمنطقة، لبنان قد يكون ساحة. هذا يعود لحسابات متعددة لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أولا لحسابات داخلية ولتقديم بنت نفسه بصورة قوية ومختلفة عن أداء نتنياهو، غير تقليدية للتقليد الذي أرساه نتنياهو، حتى يقول يمكن أنه أنا بفعل مش عم بحكي. لا، صرت بدي روح على محل تاني هون، انه حتى كمان مش معروف شو هو الفعل. يعني حتى نتنياهو كان يعتبر نفسه انه عم يفعل، ولكن افعال بلا اثر. اوكي، لحد هلا بكل الاحوال ليقول هيدا الشيء اولا الاسرائيلي، وثانيا كان في رسائل اسرائيليه حاول الإسرائيليون نقلها إلى حزب الله عبر الروس وعبر الفرنسيين، بأنهم سيستهدفون أي شحنة نفط من إيران، سفينة أو شاحنة قد تدخل إلى لبنان. رد الحزب بالمقابل عبر نفس الوسطاء بأن أي استهداف لأي شحنة أو سفينة أو أي شيء بيحمل نفط إيراني أو مواد غذائية أو مواد طبية فهو سيرد ردا عنيفا على هذا الموضوع. ما ممكن أنه تخرج هذه الرسائل عن سقف هذه الرسائل أو التهديدات أو التحذيرات المتبادلة. طب هو السؤال أنه، وهلأ ما كان بدي أفوت بهذا الشيء بس لأنك عم تحكي عنه، ما إذا خرجت هذه السفينة النفطية أو غيره من إيران باتجاه لبنان قبل إسرائيل، هل سيسمح لها الوصول؟ لا، هي بدها توصل على مرفأ بنياس، ومن بنياس تنقل المواد. المواد سيسمحون بدخول المواد؟ لا، بدها تجي من سوريا من البر. يعني حزب الله سيعتمد الطريق التي يعتمدها عادة، إما عسكريا وإما لتمرير المواد الغذائية وغير الغذائية لإدخال هذه المواد إلى لبنان، ستستخدم نفس الطريق. يعني فيها توصل؟ هي فيها توصل أكيد. وبالتالي ما هي امبارح او اول امبارح الامين العام للحزب بأكد السعي لايصال هذه المواد. هلا هون صرنا عم نروح على تفاصيل. اوكي، قادرين
يجيبه، ولكن هل هذه المحروقات ستكفي لإغراق السوق؟ لا طبعا بعدين لا. بعد التقديرات المالية أنه تقول أنه كلفة الصفيحة الوحيدة من خلال هذه العملية ستتجاوز 240,000 ليرة. رح تقرب على اللي هلا موجود بالسوق. طيب قبل السوق السوداء. اي طبعا، ما هو يا بدك تروح على السوق السوداء يا بدك تقعد بلا بنزين، هالقد خياراتنا محدوده. قبل ما نرجع نتوسع بالموضوع الاقليمي بدي احكي معك وبشكل سريع لانه ما كثير خليني اقول في مستجدات رح تغير شيء. بس هيك بدي رايك قبل امبارح المشهد الميليشياوي، خليني ارجع اقول يعني للاسف مضطر نوصفه، انه وقت في اهالي عم ينعوا بعضهم أولادهم، بعضهم هالقد بمحل كتير بعيد عن كل هذه الإشكالات، بصير في مشكل بين القوات والشيوعي، لأنه في واحد بيقول سمير جعجع صهيوني والتاني لا ما فيك تقول صهيوني، وهلأ في شاب اسمه مازن بوزيد بالمستشفى بوضع حرج، ما حدا بيعرف إذا ممكن يخلص أو لا، كرمال شو؟ شوفي، عم بحاول اللبنانيين يقدموا مشهد من خلال الحركة اللي صارت امبارح، خارج الفرز الطائفي والمذهبي، خارج الفرز السياسي، ويمنعون، وخارج وضعهم بسياقات تتعلق على حبال التسويات والمفاوضات الإقليمية والدولية. عم بيقولوا لك أنا بدي أدنى مقومات العيش، بدي متدنيات حقوق الحقوق السياسية والتعبير عن الرأي وتقرير المصير وإلى ما هنالك. في مقابل هناك قوى سياسية متعددة مختلفة من كل الأطراف تحاول أخذ هذه التحركات لتوظيفها أو لصرفها في حسابات سياسية متعددة. الأخطر من اللي صار امبارح هو أن نذهب إلى ما قد يتكرس لاحقا سياسيا ومن خلال هذه التصرفات، وهو إعادة إحياء الانقسام الإسلامي المسيحي، انطلاقا من تحركات المرفأ، المواقف بعض القوى السياسية، ومن الممارسة السياسية التي تتم ممارستها في عملية تشكيل الحكومة.